انا اسمي رامز مجدي، انا برودكشن هيد في شركه ايفرست بتعمل ثلاجات عرض. لما دخلت الكورس وشفت التولز والماتيريال لقيت ان في مشاكل كتير عندي في المصنع اقدر احلها بتولز انا خدتها جوه الكورس. مكان منظم، الانستراكتورز ناس لطيفه جدا، وطول الوقت بيدوا اكزامبلز حقيقيه من مصانع. انا مصطفى الشريف، سي اي انجينير ات يونيون فور كوتينج باودرز، كورس لينكدين بيلت في سيمبيوس كونسلتنج. المكان منظم جدا والناس هنا فريندلي جدا. بالنسبه للانستراكتورز كان فريندلي جدا، مهندس اسلام، مهندس عبد الحميد، ومهندس محمد عادل. كان الباك جراوندز اللي هم جايين منها قدروا ان هم يقدروا يدونا الاكزامبلز، دايما بتبقى حاجات واقعيه، حاجات هم شافوها على ارض الواقع، فده كان دي امباكت كويس علينا. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن امين، رابعه هندسه صناعيه جامعه الزقازيق. سمعت عن سيمبيوس تمام، وبالفعل رحت وخدت الكورس. الانستراكتورز ما شاء الله طبعا يعني الخبره عندهم خبره ما شاء الله عاليه جدا. انا احمد يوسف محروس، طالب في الفرقه الرابعه اندستريال انجينيرنج حلوان يونيفرسيتي. بدانا ناخد الكورس في سيمبيوس، فالمكان كان الصراحه يعني كويس جدا كلوكيشن وكان انستراكتورز، والانستراكتورز كانوا كويسين جدا وعلى ثقل واطلاع معرفي، وكان عندهم معظم البيست براكتس اللي تمت في مشاريع كتير بمختلف الصناعات والصناعات الخدميه والانتاجيه.